ابو جواد خلصت الزوار عمي، خلصت خلصت ان شاء الله بالسلامه والعافيه، والله يكتب من زيارتهم ان شاء الله الحسين ما يبي. والله محتاجين دعوتك للعراق. الله يعافي العراق والاسرائيل الايرانيه والعراق ان شاء الله بالخير والعافيه. خلصت بعد الزيارة؟ خلصت. كل ابو جواد على شنو متحمل هذا التعب كله؟ الشيء ما لاقوي، لا تقول واحد يوفي الشيء. صح يوفي الشيء. لا المشاي ولا الشيء ما تأجل. الاسلام كان يعني في بحور الكفر لاجل الاسلام.